معنا دلوقتي عبر الهاتف شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهاردة الصبح في تمرين النادي الأهلي في ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. نور عليك سينا وعلى كل المشاهدين. النهاردة كان آخر تدريب للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قبل ما يتوجهوا بكرة إن شاء الله للجزائر عشان طبعا لقاء وفاق سطيف الجزائري. عايز أعرف منك آخر استعدادات الفريق وتدريب النهاردة كان مركز على إيه؟ سينا التمرين بدأ في 9:30 صباحا. مستر باتريس كاتيرون المدير الفني للنادي الأهلي والكابتن محمد يوسف القائم أعمال مدير الكرة والمدرب العام والكابتن سامي قمصان حرصوا يبقى في جلسه مع اللاعبين في ارض الملعب استمرت حوالي 10 دقائق. مستر كاركيرون حث اللعيبه على اهميه مباراه وفاق الصيف وطلبهم بالفوز في الجزائر. يمكن بدا التمرين بعد هذه الجلسه. يمكن تدريب بدا بفقره بدنيه مكثفه استمرت لفتره قادها طبعا مستر مايكل لانجمان وحسين عبد الدايم. وكان من تدريب بدني وفي نفس الوقت في زود من المرح عشان خاطر يبقى في يعني في بهجه لمباراه وفاق الصيف يخرجوا الشد العصبي لو في فعلا اللعيبه كانت بتاديها بكل قوه وبكل استعداد لمباراه وفاق الصيف. يمكن بعد التدريب البدني كان في تقسيمات حصلت في الملعب تقسيمات كبيره وتقسيمات صغيره تحفيز اللاعبين الضغط على الخصم. يمكن مستر كاركيرون جرب تشكيل وجرب الثاني علشان خاطر يبقى عامل سيناريو واثنين لهذه المباراه. على الجانب الاخر كان بيقوم بالتاهيل للكابتن محمد نجيب وجونيور اجاي لاعب الفريق الاول. طبعا عملوا تدريب في الملعب التاهيلي وتدريب في الجيم ايضا. طبعا شارك في التمرين كل لاعبي الفريق. يمكن حراس المرمى شارك الثلاث حراس شريف اكرامي الشناوي علي لطفي في فقره مع الكابتن مصطفى كمال وبعد كده انضم الشناوي وعلي لطفي في التقسيمه وشريف اتفق بعد كده بالجري حوالين الملعب. يمكن احمد علاء امبارح ما شاركش النهارده شارك وظهر بكل قوه. فليس كولبالي ووليد ازارو امبارح ما شاركوش النهارده شاركوا وظهروا بمستوى يطمئن جماهير الاهلاويه. طبعا في نهايه المران كان في خطا لاحمد فتحي في الربو يمكن حصل لها ورم شويه ولكن من الكشف المبدئي قرر الجهاز الطبي ان احمد فتحي يكون موجود معاهم بكره بالسفر للجزائر وهيشوف ان شاء الله خير باذن الله الجزائر. باذن الله السواد طيب. كلها بتكون التجمع بكره هيكون امتى ان شاء الله وهل التجمع هيكون في النادي الاهلي ولا في المطار على طول؟ لا التجمع في النادي الاهلي الساعه 7 الصبح واللي حابب يروح على المطار يروح هتكون الطياره باذن الله الساعه 9 الا ربع صباحا متجه الى الجزائر. طيب عايز اسالك برضو عن المعنويات بتاعت اللعيبه عامله ازاي؟ هل في قلق؟ هل في توتر؟ هل اللعيبه مستعده نفسيا؟ الحاله المعنويه مرتفعه جدا جدا جدا. في تفاؤل في كل جانبات النادي الاهلي. يمكن اللي تابع النهارده المران هيعرف ويتاكد ان النادي الاهلي مستعد استعداد كامل لتحقيق نتيجه ايجابيه في الجزائر باذن الله. مشكورك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي.